الأوفياء لقناة صوت الإبداع وبرنامج المحطة القادمة. السلام عليكم. مساء الخير، مساء النور والبركات، وأهلا وسهلا بكم يا أعز الناس. نسعد بلقاء الجميع ونشكر مرة أخرى الكل على حسن الإصغاء والمتابعة لكل برامج إذاعتنا. تحية لكل الأخوات والإخوة المتواجدين معنا في بث مباشر هذه المرة بصوت وصورة على الصفحة الرسمية لفيسبوك الخاصة بقناة صوت إذاعة. تحية لتلميذ آدم الزهري في الهندسة الصوتية. والتلميذة آسيا في تأمين الربط المباشر على الفيسبوك. وتحية لكل الزملاء والضيوف الكرام. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة مع الشاعر والناقد صلاح بكري الذي سيحدثنا عن الشعر والوعي الثقافي وعن جديد إبداعاته المسائلة للفكر والمنفتحة عن خطوط الحداثة. مرحبا بك. أول نص شعري كتبته بعنوان أبداً لن أركع، وأنت تلميذ في المرحلة الثانوية، هل يمكن أن تحدثنا عن هذه التجربة؟ شكراً لكم، ومن أنا حقيقة سعيد بجلس معكم في الإذاعة، وأنا جد أسعد لأنني أحتز بهذا التقني الذي يدير الهندسة الصوتية إذاعتكم في أدم طبعاً، وكذلك الحكومة مشرفتين على هذا البرنامج الإذاعي. في الحقيقة أنا هذا النص الذي أشرت إليه كتبته وأنا غاضب، كتبته سنة 1977 كان المغرب تعيش واحد مرحلة صعيبة، وأنا كنت واحد من بين واحد مجموعة الأساتذة جالسين هنا في القاعة، كنا نريد أن نصل من المغرب إلى مرحلة يمكن أن يكون فيها الإنسان مكرم معزز يحظى باهتمام المسؤولين به. وكنت أنا ذاك تلميذ مرحلة بداية التعليم الثانوي، ويعني ما تنقل الشيء دائما، أنا كنت تلميذ فاشل، لما ماشي المدرسة اللي قررتني، أنا المدرسة طردتني، رفضتني، وأنا أيضا رفضتها، ولكن الذي أنقذني وعلمني وجعلني أدرس وأقرأ وأبحث وكتاب، فأنا أساتذتي والمعلمين الذين درست عندهم هي الكتب التي كنت أشتريها من بائع كتب مستعملة. وهناك اكتشفت شيء اسمه الشعر، وبدأت أكتب هذا النص اللي قلت لي أنا ما عندي علاقة بالشعر، رغيت نصب وتنعيد جميع الاتجاهات، ونشرته في جريدة البيان، ماشي بيان اليوم، كان سميتها جريدة البيان ديال الحزب الشيوعي المغربي، كان شيوعي في الوقت اللي دابا حكم الاسلام، يعني هذا الحزب الجريده هي اللي كنت انا كنشوف فيها داك الشيء اللي كنكتبو،
وداكشي الشيء اللي نشرتو في هذاك الجريده ما عمرني حاولت نجبرو في الكتاب، مازال عندي، لانه كان في واحد النوع ديال التمرين كنت كنتمرن على كتابات الشعر. قريتو هذا النص؟ قريتو ولا ما قريتوش؟ ما غاديش تلقاوه حيت انا حبيتو داك الشيء علاش كنت نقراه. شكرا.